أوقعوا ما تسمى بالموساد جهاز المخابرات الصهيوني. اسمي جمال مجيد نادر، مواليد 1957، مواليد محافظة إربيل، محلة عرب الجديدة، تحصيلي الدراسي خريج إعدادية فرع العلمي. أنه قال أنا أشتغل الأمم المتحدة لجنة التنسيق العسكري، دي صغيرة كان يعني بيها مخبأ تحت العقيبة، يعني إذا بي أوراق حتى تضم بيها. فبهالأثناء يعني بيب لك الحالة العادية أوراق وأسئلة الرياض إنه خليناها، وهذه الإرسال بجفرة يعني جاب $100 وسامي زكي وكان بالشاب نفسه معه. هناك قعدت في فندق سابوي والتقينا هناك بعدة فنادق يعني.